الحمام اللاحم سعره نزل وبقى ببلاش. هو فعلا الحمام اللاحم سعره نزل وبقى ببلاش ولا لا؟ اربي الحمام اللاحم في سلكات ولا اربي الحمام اللاحم سايب زي كده؟ هو ليه الحمام اللاحم اتسمى حمام لاحم؟ هل علشان هو بيلحم العش في العش، ولا عشان هو حمام للحم لإنتاج اللحم يعني للذبيح؟ سؤال كمان، لو عايز أنتش ريش الحمامة، يعني عايز أشد ريشها إمتى وإزاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام، معاكم أخوكم مصطفى. إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة زي ما قلنا شوية الأسئلة اللي قلناهم بخصوص الحمام اللحم. طيب قبل ما نبدأ، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك علشان تشجعنا. موضوع مهم جدا جدا، وأسئلة كتير بتتسأل على جروبات الفيسبوك، وفي خناقات بتتقال، خناقات كتير قوي بموضوع الحمام اللحم. طيب نبدأ على طول. طيب هنبدأ من آخر سؤال، اللي هو أنا شاري حمام شغال، وكنت قاصص ريش الحمام علشان ما يرجعش لصاحبه، ودلوقتي الحمام اشتغل وانا عايز الحمام ده يقعد عندي، وفي نفس الوقت عايز ارجع ريش الحمام، يعني عايز انتش الريش المقصوص علشان يطلع من تاني. طيب ايه انسب وقت اللي هو يطلع فيه ريش الحمام، وفي نفس الوقت الحمام ما يوقفش الانتاج؟ طيب هقول لحضرتك، لو انا نجيب حمامة كده من الحمام ده ونشوف حمامة المقصوص ريشها، فلنفرض ان هي الحمامة دي اللي هي مقصوص ريشها، فانا هعمل ايه؟ ان انا عايزها خلاص، هي طلعت عندي زغاليل وتعودت على المكان، فانا عايز الحمامة ترجع تاني تطير ومترجعش لصاحبها، فهعمل ايه؟ عايز الريش يكون كويس، انت حابس الحمام في مكان او ايا كان، هي خلاص طلعت فهتتعود على المكان. طيب هو انا احسن حاجة استنى لما تبيض، اهو الحمامة مقصوص جناحها ده مش هيطلع، او انا عايز الريش ده يطلع بسرعة فاقوم منتش الريش علشان تطلع. بس امتى بقى الوقت المناسب لشد الريش ده؟ لما الحمامة تبيض، اول ما الحمامة تحصي البطين، البيضة الاولى والبيضة التانية، اروح على طول شادد الريش. ليه بقى؟ اهو هنروح شادين ريش الجناح كله، هيطلع تاني ان شاء الله بسرعة. يبقى انا بعد ما شديت ريش الحمامة ريشها هيطلع بسرعة. ليه بقى الحمامة ريشها هيطلع بسرعة وفي نفس الوقت مش هيأثر على الانتاج؟ لان هي هترقد على البيض بتاعها او الحصى 18 يوم، وترجع يكون البيض فقس بعد 18 يوم على ما تربي زغليلها، يكون ريشها رجع تاني. طيب ده الموضوع الاولاني، السؤال الاول او اللي هو الاخير اللي بدأنا بيه اول سؤال. السؤال اللي بعد كده هو، ليه الحمام اللحم اتسمى حمام لحم؟ هل هو علشان بيلحم العش في العش، ولا عشان ان فيه لحم كتير وبتاع ذبح؟ دي الخناقة اللي كل يوم بنشوفها على جروبات الفيسبوك وجروبات الحمام اللحم. طيب تسمحوا لي ان انا اقول لكم رأيي ايه في الموضوع ده. انا هقول لك رأيي، الحمامة اللحم حمامة مهجنة، الحمامة اللحم حمامة مهجنة مش حمامة أصلية يا جماعة. الحمامة المهجنة شركة فرنسية هجنت الحمامة ديت من عدة أنواع، الله أعلم هي إيه، هم معهم السر بتاعها. علشان إيه هي هجنت الحمامة ده؟ علشان إيه؟ علشان الحمامة تكون غزيرة الإنتاج، وكمان كتيرة اللحم، غزيرة اللحم برضه، وفي نفس الوقت يعني بتجمع بين الصفتين، إن هي بتلحم العش في العش وإن لحمها كتير. ليه؟ هي برضو في النهاية هتكون علشان الذبيح. طب ليه هي أسعارها غالية دلوقتي؟ لأن هي مازالت لسه برضو لسه في مرحلة الانتشار، مازالت لسه ما بقتش زي الحمام البلدي. الحمام البلدي اللي هو منتشر عند بتوع الفراخ، الجوز بخمسين جنيه في للذبيح. طيب غير كده الحمامة اللحم حمامة غير أي حمامة في طعمها. الحمامة اللحم لها طعم، زائد إن هي لها لأ فيها لحم كتير، فالحمامة اللحم فعلا بتلحم العش في العش وفيها لحم كتير، يبقى كده
جاوبنا على السؤال التاني اللي بيقول هل هي فعلا بتلحم العش في العش فعلا الحكاية دي. ايوه الحمامة بتلحم العش في العش لو انت فعلا جبت الحمامة الاصلية من حد مضمون واهتميت بيها بالحاجات دي كلها. لازم يعني انت ممكن تجيبها الحمامة مضمونة وكل حاجة وتيجي عندك ما تشتغلش. لازم تهتم بالفيتامينات وبالاملاح المعدنية وبالكالسيوم وبالسيلينيوم والجروفيت بلس والتحديد اللي ما بيتشالش من قدام الحمام، زائد الكلفة المتوازنة اللي انت بتعطيها للحمام. مش اي كلفة يا جماعة، يعني مش هتأكلها عيش وتقول ان هي هتلحم العيش في العيش، لا. طب انت لو عايز ازاي هتقول لي طب انا اعرف اشتري الحمام منين لو انا هبدأ وعايز اعمل مشروع، ابدأ اجيب الحمام منين؟ هقول لحضرتك ازاي. احنا كلنا اتضحك علينا في البداية واحنا بنربي الحمام، مش معنى كده ان انا بقول لك انا هضحك عليك ما تشتريش مني، انا مش بقول لك عشان تشتري مني، انا بقول لك اتضحك علينا بمعنى ايه؟ عايز تبدأ وما يضحكش عليك، ابدأ جرب، او لو تعرف مثلا واحد صاحبك جاب سلالة مضمونة وشفتها هات من اللي هو جايب منه اللي انت عرفته اللي هو موثوق فيه. هات ما تجيبش حمامك من مكان واحد، هات من اكتر من واحد، هات الحمام اللحم من اكتر من واحد واعرف علم الحمام ده وعلم الحمام ده، واعرف بعد كده سلالة مين اللي هي كويسة فعلا بتدي الحجم وبتدي وبتلحم العش في العش، ابدأ هات بعد كده منه. يعني قدامك سنة على بال ما تعرف الحكاية دي، او يعني هو يبدأ بعد الانتاج لو انت هتجيبه زغليل هيبدأ ينتج من 6 شهور، هتكون عرفت الحمام كويس من الحمام الوحش بعد الانتاج، هتشوفه بيلحم ازاي وبيأكل زغليله ازاي وبيلحم على كام يوم والحاجات اللي انت عارفها دي. يبقى كده عرفنا فعلا ان سلالة الحمام اللحم بتلحم العش في العش، لكن اهم حاجة ان انت الاهتمام الحاجات اللي انا قلتها، مش ان انت تجيب سلالة كويسة وهي هتلحم ايا كانت الظروف، لا، لازم الاهتمام زي ما قلنا الفيتامينات والاملاح المعدنية ده لو عايز تعمل مشروع وينجح معاك. تتبع منه هل هو مجزي؟ ان شاء الله مجزي لو اهتميت به. السؤال كمان بيقول اربي الحمام اللحم في سلكات ولا اربيه سايب؟ بعد التجربة اقول لك ربي في سلكات، لان الحمام اللحم لو سايب مش بيهتم بالزغاليل بتاعته، مش بيلحم العش في العش لو الحمام سايب، لانه بيكون مشغول باللعب، الحمام هيكون مشغول باللعب وبيطارد حمام تاني، لكن لو هو في السلكة ما هيبقاش قدامه غير الحصى بتاعه والزغاليل بتاعه والدكر اللي ملوش الا النتاية بتاعته والنتاية ملهاش غير الدكر بتاعها والدكر ملوش غير نتايته، فهيكون الاهتمام بالتزاوج وبالانتاج بس، ده يبقى في سلكات. اما في السايب لا، ما انا جربت ده وجربت ده لقيته في السلكات او في العيون افضل بكتير. السؤال بقى اللي هو هل سعر الحمام اللحم نزل؟ هقول لحضرتك ازاي. الحمام اللحم نزل عند الناس اللي هي مش معروفة بان عندها سلالات كويسة، او اللي هي ما بتصرفش على الحمام كويس. انتوا طبعا عارفين ان سعر العلف الحمام او الحبوب اللي احنا بنأكلها للحمام الكلفة، يعني ان هي اسعارها زايدة دلوقتي جدا، وكمان الناس اللي بتهتم بالادوية وبالتحديق والفيتامينات ده طبعا ده جزء من الادوية. لو وريتك اهو الصيدلية بتاعتنا فيها بسم الله ما شاء الله، وده اللي على الوش بس غير الحاجات اللي وراها غير الادراج دي، كل الحاجات دي فيها ادوية وكل ما تحتاجه يعني. فاللي انا بقوله ان الحمام اللحم مازال سعره عند الناس اللي عندها السلالات المحترمة، الناس اللي عارفة حمامها وواثقة فيه ما نزلتش السعر، بل بالعكس انا اعرف في ناس منهم زودت السعر. مش معنى كده انا بقولك اشتري مني، انا بقولك الكلام الصح، تجريش ورا السعر الرخيص، دور على الحمامة الصح وما تشتريش حمامك من مكان واحد، هات من ده جوزين ومن ده جوزين وعلم الحمام لحد ما تعرف مين حمامته كويسة، وبعد كده اتعامل معه اللي الحمامة بتاعته هتشوفها كويسة. شوف بسم الله ما شاء الله شباب، الشباب اللحم اهو بسم الله ما شاء الله، السلالة اللي بتلحم العش في العش واللي حجمها الحجم اللي هو بنقول عليه الحجم اللحم اللي هو اكبر من الزاجل بشوية. مش هقولك ان هي اكبر حمامة في مصر، لا،
اللي يقول لك الحمام اللحم اكبر حمامه في مصر، لا هي تميز بان هي بتلحم العش في العش، وان هي حجمها اكبر من الزاجل بشويه. اهو زي ما انت حضراتكم شايفين، هي دي الحمامه اللاحم البيور، دي مجموعه زغاليل انا بسيبهم بربيهم مع الحمام السايب لحد ما اشوف ان هم يشتغلهم، بعد كده اربيهم في سلكات زي ما قلت لحضرتك. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.